عندما يعلو الجمهور على الإساءة بمزيد من الإحسان فيصبح المعلم والملهم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين والحلقة 528 من برنامجكم ملك وكتابة، حلقة نرصد فيها بالكثير من التفاصيل والكواليس انطلاقة الأهلي الأفريقية، وصول نادي القرن إلى طريق رأس الرجاء الصالح نحو حلم جديد يتحقق بإذن الله. إن شاء الله أسبوع مهم جدا. أعتقد أن مباراة سان داونز اللي كانت الماضية دي مش بس عشان النتيجة، واحدة من أهم المحطات التاريخية في الشأن الكروي بما شملته من دروس ومعاني. عشان كده حلقة مهمة فيها خمسة عناوين. شوط أول رائع في انتظار الثاني، حين حضر اللاعب رقم واحد علولو وسام الحب والاحترام، جمال وحكايات من خيال، وأخيرا شفتوا الأهلي بيفوز إزاي؟